يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني نكمل مع حضراتكم. هضطر أجاوب على الأسئلة عشان نكسب ود الأستاذة منى، أنتوا عارفين. أستاذة زينب جاوبنا لها على سؤال بتاع الشقة، السؤال التاني بتاع أخوها اللي بقى لنا 12 سنة مخاصمين بعض. أنا مش متخيل، يعني أنا في البيئة اللي أنا اتربيت فيها وفي المكان اللي اتربيت فيه، مش متخيل إن ممكن نخاصم بعض 12 سنة. إحنا ممكن نزعل من بعض وممكن نقعد فترة ما نكلمش بعض، لكن 12 سنة كتير. ده إحنا ممكن نتلكك لبعض على أي حاجة علشان نكلم بعض. أنا اتربيت كده، يعني أنا ليا أب رباني على كده. حتى لو أنا زعلان، أول ما ألاقي أخويا محتاجني خلاص ده أخويا، كل الزعل اللي في الدنيا يمشي. أعتقد هو ده الدين. الفكرة مش إنك تكون في صلة الأرحام مكتفي بإنك ترفع التليفون وأنت عامل إيه، الفكرة في صلة الرحم إنك السند. حتى وإن كان في شيء من القطيعة أو شيء من الزعل، في لحظة ممكن يتحول إلى صلة رحم، اللي هي نية صلة الرحم. أنا زعلان من أخويا علشان عمل كذا، لكن في نفس الوقت أنا نيتي من جوه إن أنا السند بتاع أخويا. ده ما يحسبش قطع رحم. فكرة في قطع الرحم، احنا مش بنتلكك عشان الناس تخش النار او تاخد سيئات. الفكرة ان انا ممكن ازعل من اخويا، ايه المشكلة يعني؟ ما هو ممكن يعمل حاجة تنرفزني، ممكن يجي ياخد حاجة من عندي من البيت من غير ما يقول لي، انا ابقى مجنون لو ما زعلتش. لكن الفكرة انه حتى مع عيوبه انا السند. انا ربنا ارتضى ليا ان انا اكون سند اخويا، حتى لو وحش، حتى لو ما بيكلمنيش، حتى بالنية دي لا يحسب له العقوق او قطع الرحم. طيب، فانت يا اختنا الكريمه زينب تحاولي مع اخوكي، قفل الباب، نطله من الشباك، قفل كل حاجه، يبقى عندنا النيه ان ده اخونا وقت ما يحتاجني مش هيلاقيني في ظهره، هيلاقيني تحت رجليه. ده المعنى الحقيقي لصله الرحم. لكن سيبوك بقى من المعنى يا عيني وفي الشتي ومنباري وكليتي واجي ميل الاقي نفسي بقى، مش هي دي فكره ايه وصل الرحم. طيب، الحاجة إيمان أختها متوفية، وشوف بقى لما تبقى صلة الرحم حتى بعد انقطاع الحياة، حبت تعمل صدقة جارية لأختها في أي مكان بقى، في أي مكان. خد بالك الصدقة، عشان بس نبقى متفقين، ينفع تحطها في جامع، وينفع تحطها في مستشفى، وينفع تحطها في شنطة رمضان، وينفع تحطها في مصاريف المدرسة للغير القادرين. الزكاة فيها كلام، يعني بعض العلماء قال لك لا، مش هنحط زكاة في مستشفى ولا في مسجد، لأن في سبيل الله احنا قفلناه على تجهيز الجيش. لو في غزوة، لو في قتال، لو في حرب. بعضهم قال لك لا، في سبيل الله ممكن يخش فيه فكرة المستشفى والمسجد يعني فكرة الزكاة اختلف العلماء فيها، نحط في مستشفى ومسجد ولا لا. أما الصدقة قال لك مفتوح، حط في مستشفى، حط في مسجد، حط في بيت للناس مساكين مش هنلاقيين مكان. تمام. فأختنا الكريمة حبت تعمل صدقة جارية لأختها، فلقيت مستشفى، أروح أحط في المستشفى، يعني إنها طيبة بتقول للراجل اللي، طبعا أنتوا عارفين إن المستشفيات عاملين حسابات في البنوك، فبتقول للراجل اكتب لي في الصك أو في الورقة أو في الإيصال صدقة جارية. قال لها لا يا ستي، إحنا ما بنكتبش كده، ده بتبقى بنيتك. أيوه هو كلامه صح يا ماما، انت بتاخدي الايصال بالمبلغ تطبقيه وتحطيه في جيبك، وبعد كده انت نويتي ان انت هتبقى دي صدقه جاريه لاختك. لو هي من حر مالك بتاخدي انت نفس الثواب وهي نفس الثواب، لو هي من مالها اللي اوصت ان هي تعمل بيها صدقه جاريه، يبقى الثواب رايح ليها وانت تاخدي اجر السعي ان انت روحتي واقتطعتي من وقتك وعملت ده. ربنا يتقبل منك ويرحم اختك ويرحم امواتنا واموات المسلمين. حاضر يا استاذه منى. ام ملك، نفسي تشوفوا استاذه منى بتكش فيها ازاي. يا ام ملك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام ملك، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا شيخ؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك سعيده ومتهنيه. الله يحفظك ويرعاك. انا ليا سؤال عند حضرتك بمناسبه السؤال بتاع الاخت زينب وقطعت اخوها ليها 12 سنه. لما حضرتك بتقول الاخ السند. الاخ ايه؟ سند. انت بقالك مخاصمه بقالك كام سنه بس الاول؟ انا بقالي سنه. سنة واحدة؟ ده انت لسه بدري، قولي بقى قولي. اقول لحضرتك لما يبقى اخويا ويتكلم عليا كلام ملوش لازمة، ويتسبب في فسخ خطوبة بنتي، لان هو يقول لخطيبها علينا كلام مش كويس. ايوه. وشمع عليا كلام كتير قوي. وحش طبعا. هو راح يشتكي. نعم؟ وحش طبعا. انتوا وزعتوا ميراثكم ولا لسه يا ست الكل؟ لا، الميراث متوزع والحمد لله، مفيش اي مشاكل. هو المشاكل ان هو ليه زوجه
يعني مش راضيه بعيشتها وعندها طمع فينا احنا كاخوات، ورغم ان احنا بنساعدهم. هو فقير يا ام ملك؟ نعم. هو فقير اخوكي؟ لا مش فقير، بس هي مبذره شويه ومش بت يعني مش راضيه بعيشتها. تمام. بس في الحاله دي يبقى انا وضعي ايه؟ ان انا مش قادره اصفاله، مش عارفه اصفاله، لانه جرحني وجرح بنتي وجرح زوجي، رغم ان وزوجي بيتخانق معايا عشان انا اصالحه، وهو كل ما يتكلم يقول ده زوجها هو اللي بيحرضها على انها ما تكلمنيش. حاضر حاضر يا ام ملك. قبل ما اجاوب على سؤال ام ملك، بقول للبقال واللي في الصيدليه ومحل البقاله اللي جنب البيت ومحل العلافه ومحل الشيكوبوني اللي جنب البيت، اتقي ربنا في شهادتك لما حد يجي يسالك فلانه دي عامله ايه، اتقي ربنا في شهادتك عشان هتبقى مردوده في عرضك، تلاقي بنات زي الفل زي اللوز وبيت زي القمر، لكن الراجل بتاع البقال اللي تحت منهم عشان ما بيشتروش من عنده قال له يا بيه دول معفنين ابعد، دول وحشين قوي، عيب، دي شهاده، دي مش حاجه سهله كده، دي مش حاجه انت بتفرح بيها نفسك، لا دي زي شهاده المحكمه، ودي لو شهادتها غلط تبقى شهاده زور. يعني ايه شهاده الزور يا مولانا؟ يعني من الكبائر حضرتك، يعني ابشر بقى ان انت بعت وبتاع بس عندك كبائر، وسيدنا النبي لما كان بيعد الكبائر حضرتك كان بيقول بقى التولي يوم الزحف والنميمه، وبعدين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معمول كده، استاذه منى ما بتحبليش تتحرك بس معلش، كان سيدنا النبي مجدوع كده فراح معدول ووشه احمر قال الا وشهاده الزور، وسيدنا النبي انتفضت عروقه واحمر وجهه، فالصحابه اشفقوا على رسول الله فقال الا وشهاده الزور، انتفضت عروقه اكتر ووشه احمر اكتر، حتى ان الصحابه قالوا وددنا لو ان رسول الله يصمت. فعيب قوي لما نوقف حال ناس بكلمه ملهاش لازمه. ايه يعني؟ واحده واختها كانت عايزه ابنها يتجوز بنتي دي وما رضيتش، ما نطفش عليها بقى ونقول ده بنت وحشه، ده انا ما رضيتش، ده انا حتى ما رضيتش اخدها ليه؟ ايه يعني خطبت واحدة وما حصلش نصيب؟ ما حصلش نصيب، شكرا، هم كويسين واحنا كويسين. اوعى شهادة الزور، اوعى تقع في الفخ ده، عيب قوي عيب قوي، تخش النار تلاقي جنبك واحد داخل النار في رشوة، وانت بيه قتل، وانت بيه داخل النار في ايه، وانت داخل في ايه، علشان قلت على واحدة ما كانتش تنفع وما اتجوزتش، عيبة يعني، مش قضية يعني، ما كانتش مستاهلة، لكن انت اللي كبرتها بانك حطيت حاجه مش انت شايفها صغيره في دماغك، لكن هي عند الله كبيره جدا جدا، في ذنوب ما ينفعش تخش فيها النار والله، زي ايه؟ زي الصلاه، ما ينفعش تخش النار في الصلاه، ليه؟ الصلاه دي زي الهواء اللي بنتنفسه، صلاه جميله، في زي الايه؟ زي الكلمه الطيبه، ما ينفعش يعني انت بتتخانق مع واحد ما ينفعش تشتمه بامه وابوه واللي جابه، وبعدين هو بيسخن شويه فيقوم سبب بالدين، زي يعني في حاجه قلبه دمي ولازم اتكلم عليها، زي الحلقه الشهيره بتاعت برنامج المقالب اللي طلع فيها واحد سبب الدين وعملنا تيت، وماله عملنا تيت بس الناس قاعدين بيتفرجوا فرحانين، هم فاهمين انه سب الدين والناس بتتفرج، مسلمين بيتفرجوا ان الدين بيتسب، ده ضحك يا مولانا؟ مفيش ضحك، في دين، في احترام، ازاي انا احترم بقى ابويا اللي قاعد قدامي وانا سامع ديني بيتسب وبتفرج؟ امال اعمل ايه؟ اقوم قالب المحطه ما اسمعش الدين بيتسب قدامي، هو ما ينفعش تخش النار في حاجه ما لا تذكر. استاذه منى بتنزل الستاره على الحلقه للاسف، الله يسامحك يا استاذه منى ويبارك لنا فيك يا رب. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله، حلقتي خلصت، عشان اسئله حضراتكم هنضطر نكمل حلقتنا قوم سبأ اللي هي كلها دروس وعبر بكره ان شاء الله، وبنقول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم، واسم رسول الله قسم من أعظم القسم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من واصل الأرحام، اللهم لا تقطعنا وعلى طاعتك أعنا، ووسع أرزاقنا واشف مريضا
وارحم ميتنا واقض حوائجنا ورد علينا ما غاب عنا يا رب العالمين، واكتب لنا من الخير ما يرضيك ويصلح حالنا يا رب العالمين. اللهم وفق الطلاب واشرح صدورهم ويسر عليهم المذاكرة ويسر عليهم السؤال والامتحان. اللهم يسر عليهم كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يا ربنا يسير. اقض حوائجنا يا الله، وسع اللهم أرزاقنا، واشف اللهم مريضنا، وارحم اللهم ميتنا، ورد اللهم غائبنا، واحفظ اللهم مصرنا وشعبنا وجيشنا وشبابنا وجندنا وبناتنا وأعراضنا وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على خير، نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى غدا استكمالا لقصة قوم سبأ في قصصهم عبرة في برنامجكم الموعظة الحسنة الساعة 3 عصرا. السلام عليكم. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة، بالموعظة الحسنة، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه يا حبيب الله.